بسم الله الرحمن الرحيم. يوم أمس تلقى أهل الكويت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة النائب السابق العم هادي هايف الحويلة، أحد السياسيين الذين حظوا مراراً وتكراراً بثقة الشعب الكويتي لتمثيلهم في مجلس الأمة. والراحل العم هادي الحويلة ومنذ بداية تمثيله للشعب في عام 1975 ولفصول تشريعية كثيرة بلغت 5 فصول، كان مثالاً للسياسي الرزين ونموذجاً للبرلماني المتحلي بقيم التعاون والتحاور والتواصل مع الآخرين. فبالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخواني أعضاء مجلس الأمة، أتقدم بصادق العزاء وخالص المواساة لأسرة الفقيد ولزميلنا الفاضل الدكتور محمد هادي الحويلة وللشعب الكويتي، سائلاً المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب.